هنتعلم النهاردة نرسم الأشخاص مع بعض. رسم الأشخاص مش صعب، كتير مننا بيخافوا يرسموا الأشخاص، يا مثلا احنا مش بنعرف نرسمه، صعب، بنتجنب نرسم الأشخاص في موضوعات التعبير الفني. لا خالص، النهاردة هنتعلم نرسمها مع بعض بسهولة جدا، وهنتعلم كمان نرسمها بأكتر من شكل، يعني من الوش ومن الجنب، ولو الشخص قاعد على كرسي او قاعد في الارض. سهلين جدا، عايزاكم بس تحضروا ادواتكم ويلا بينا نتعلم مع بعض. الاشخاص اللي هنتعلمها النهاردة هتبقى واخدة شكل الطابع الريفي، لان احنا الموضوع بتاعنا ان شاء الله هيبقى عن الريف المصري. وكمان هقول لكم ان النوع ده من رسم الاشخاص سهل جدا، وده كويس ان احنا نبدأ بيه لو احنا ما بنعرفش نرسم اشخاص. وواحدة واحدة هقول لكم ازاي نرسم الشخص العادي اللي هو مش واخد مثلا طبع الريف او لابس ملابس الريف وكده. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هرسم الشخص من فوق، هبتدي هعمل دايرة، ده الراس، تمام. احاول ان انا متكاش على القلم قوي عشان لو حبيت امسح ما يبقاش عندي مشكلة. ايه دي شكل الدايرة بتاعتي، ده شكل الوش. اوكي، بعد كده هاجي هنا هعمل زي صغير، هاجي هنا من الجنب هعمل خط كده وخط كده. اوكي، وبعد كده هقفلهم بقوس تاني. في حد معاه مشكلة؟ خلاص خلصنا كده. بعد ما قفلتهم بقوس تاني هاجي من هنا شد كتف من هنا ومن هنا. اوكي، بعد كده هنزل بالكتف كده، هنزل بالكتف من الناحية التانية. عايزاكوا ترخوا ايديكوا خالص، ما تنشنوش علشان تعرفوا ترسموا. خلاص سهلة جدا. كل حاجة تتظبط، لو انتوا حاسين ان في حاجة مش متظبطة كملوا، حاسين في حاجة مش متظبطة ظبطوها وكل حاجة تطلع كويسة. هاجي من هنا هعمل سبعة كده. اوكي، هنزل بالخط ده كده كده. في مشكلة؟ هكمل، هاجي هنا كده ادخل جوه شوية وهعمل خط، وهاجي هنا وهعمل خط تاني. طلعه لفوق شوية عشان يبقى يبين شكل الدراع. اوكي، وبعدين هقفل، هاجي من هنا احاول ان انا اخلي نهاية الايد تبقى كلها قصاد بعض، هعمل كده قط كده، وهاجي هنا ابتدي اعمل الجزء اللي هو الطاقية بتاعته. من هنا زراير هعمل، إذا عملت جيب هعمل،
كده عملت شكل الرجل. بعد كده هرسم شكل لو هو واقف من الجنب شوية، مش من الجنب قوي، من الجنب باصص كده للجنب شوية. ابتدي اعمل شكل الروس. كده لو هو واقف بالجنب فالطاقية دي مش هتبقى كده، هتبقى كده بالجنب شوية مش بالجنب قوي. بعدين هعمل الرقبة، ممكن بالقوس ده. بعدين هنزل من هنا، هخلي الكتف ده اطول من الكتف التاني لان ده باين قدامي اكتر. الكتف ده هيبقى اصغر. هيجي هبين هنا شكل الدراع. خلاص هجيب شكل الدراع من هنا كده. ودي ايد خلاص. بعد كده هكمل دي للآخر. بقالي الدراع اللي هنا، هاجي من هنا وهعمل هنزل خط صغير. شفت انا قلتلكوا هنا التاني هيبقى ابعد شوية لان هو مش هو مش واقف بالوش زي ما قلنا هنا كده. فهاجي لهنا كده وهقفل الايد وهعمل شكل ايد صغير. تمام. وهاجي هنا هعمل السبعة بتاعتي، برضو هجيبها للناحية دي اكتر. خلاص الرجل بقى تبقى الرجل جاية كده. تبقى جاية كده من الجنب. قاعدين بالوش وقاعدين بالجنب، هنرسمهم مع بعض وهم قاعدين. لو هنرسم الشخص وهو قاعد بالوش، هنعمل اول حاجة الجزء اللي هو الراس. اوكي. وبعد كده طبعا الرقبة، هعمل سنة كده وسنة كده. وهنزل بالجنب كده، هعمل الكتف. اوكي. وهعمل هنا بعد ما اعمل الكتف هنزل اعمل هظبط الاول الكتفين يبقوا زي بعض، يبقوا على مستوى واحد. خلاص كده ايه عملنا الكتفين. هيجي هعمل الدراع، هعمل كده وبرضو هعمل خط علشان يبقى عليه مستوى الدراع التاني، علشان ايه ما يبقاش واحد نازل وواحد طالع كده. هنا ده الكوع مش اخر الدراع، هنا الكوع. بعدين هعمل خط تاني
يبقى نهاية الدراع كده، ادخله لجوه خلاص. طبعا الخطوط دي كلها بمسحها، طبعا بمسحها طبعا علشان ايه، مش بتبقى في اخر الشكل، بس انا بعملها علشان تظبط لي التوازن بتاع الجسم. هاجي من هنا بشويه وهعمل الدراع من جوه، وبرضو هعمل خط كده علشان ابدا اعمل في الناحيه التانية زيها. خلاص بعد كده هقفل من هنا وهقفل من هنا، اعمل الايد هقفل الايد وهعمل من هنا مثلا، ممكن ساعتها امسح دي يعني ملهاش لازمه. الجزء اللي هو بيبقى باين من العباية امسح بس الخطوط اللي جوه دي، مش محتاجاها تاني دلوقتي خلاص. بعد كده هيجي من هنا كده، من هنا هعمل الخط وزيه من الناحية التانية. اوكي بعد كده هنزل بالخط ده كده، مش كتير لان الشخص وهو قاعد مش بيبقى رجله طويلة زي وهو واقف يعني. اوكي دي بقى اظبط كده من هنا، احاول اخلي الزوايا متبقاش كده، لا انا هحاول ان انا نخليها زوايا جسم عادية. ممكن مثلا اعمل هنا خط كده وخط كده معايا كسرة العباية اللي هو لابسها دي، عشان اكيد وهو قاعد تبقى واخدة شكل من هنا، ومن هنا هعمل كده رجل كده، هيجي من هنا هيدي شكل الروس. اوكي هو قاعد على كرسي من الجنب، هبين ان هو كده من الجنب. بعد كده هعمل كده وهنزل بخط كده، هعمل ظهره الاول اوكي، وبعدين هعمل كده من قدام كده. هاجي من هنا من الظهر وهعمل كرسي عشان اعمل عليها شكل الجسم. هاجي من هنا هعمل بقى شكل الكرسي وليكن كده، اكمل شكل الكرسي لحد الرجل.
لحد اخر رجل الكرسي. اوكي كده. وبعدين هنا بقى الجسم وهو قاعد هعمل كده، وهعمل شكل الكرسي تحتيه. ممكن اكمل شكل الكرسي الاول علشان اعرف ارسم بعد كده الجسم. خلاص هاجي بقى من هنا عشان اظبط شكل الجسم من فوق كده، هنزل وهطلع على واسع. اول هعمل شكل الدراع، هاجي من هنا كده هعمل خط، ومن تحت شوية هنا كده هعمل خط، هنزل هنا هيبقى القوة بتاعي، هكسر كده واعمل باقي الايد. وهنا نفس الكلام، هاجي هنا كده لو شايفين القوة اهو هيبقى هنا القوة التاني، يعني القوة نفس القوة بس من الجزء اللي فوق. اوكي هاجي هنا بقى اكمل شكل الجسم. هنزل لي شوية من هنا، بعدين هاجي من هنا كده هظبط الايد. هقفلها من كده، ده شكل الايد. بعد ما اخلص كده امسح الخطوط اللي ملهاش لازمه، شكل في الكرسي مثلا اظلله كده بحيث ان هو ما يبقاش شكله نفس شكل الجسم. بعد ما ظللنا شكل الكرسي كده نبقى خلصنا شكل الجسم وهو قاعد على الكرسي.